الفنانة هالة فاخر تكشف سبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه، وما قالته عن الرجال مفاجئ. أثارت الفنانة المصرية هالة فاخر جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن سبب خلعها الحجاب خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي. وفي سياق توضيحها الأمر، قالت فاخر إنها اتخذت قرار التزامها بالحجاب إثر رغبتها العارمة في ارتدائه بعد أن عادت من رحلة حج إلى بيت الله، مؤكدة أن ذلك لم يكن بتأثير من أي شخص أو أي برامج دينية. وأضافت أنه رافقها قرابة 4 أو 5 سنوات متواصلة، لكنها اضطرت للتخلي عنه بشكل جزئي بعد ذلك من خلال استبداله بالباروكة ثم خلعه نهائياً بعد علمها بأنها ليست بديلاً عنه. كل ذلك جاء على مراحل بحسب تصريحات هالة، إذ أن العروض في مجال التمثيل باتت محدودة، وهو تحديداً ما دفعها للعودة عن هذا القرار أملاً في إيجاد المزيد من الفرص. هالة أكدت خلال حديثها أنها مرت بصراع قبل اتخاذ هذا القرار، ووجدت صعوبة بالغة في خلعه خصوصاً عند نزولها الشارع، وعبرت بالقول: كنت أحس لما أنزل البيت إني ما كملتش هدومي. هذه التصريحات دفعت برواد منصات التواصل لشن هجوم ضدها، إذ اعتبر الكثيرون أن الحجاب أهم من أي فرصة عمل، فيما اعتقد البعض الآخر أنها حرية شخصية. إلا أن هذا التفصيل لم يكن وحده المستفز بالنسبة للمتابعين، إذ علق كثيرون على منحها الرجال صفة النكد وعلى تعقيبها على عدم وجود رجل في حياتها بالقول: حياتي من غير راجل ممتعة وزي الفل، بنام على سريري لوحدي.